يقول السائل الكريم: أنا شاب أطلب العلم وقد انتهيت بحمد الله من حفظ بعض المتون في العقيدة الأصول الثلاثة القواعد الأربعة وكتاب التوحيد نواقض. يقول: وأردت أن أتوقف لمراجعتها وحفظ كتاب الله لأني لا أحفظه، هل لي الأولى أن أتوقف لحفظ القرآن أم أتابع حفظ المتون بقية متون العلم؟ أقول يا أخي الكريم، نسأل الله لنا ولك الثبات والعلم النافع والعمل الصالح. بإمكانك أن تجمع بين الأمرين، فابدأ بحفظ القرآن الكريم واجتهد في تثبيت ما حفظت من متون، وتستطيع أن تزيد عليها. ولم يكن الناس أو السلف يتفرغون فقط لعلم من العلوم، بل كانوا يجتهدون في شتى العلوم. وأظن أنه ليس هناك تعارض بين حفظ القرآن وبين حفظ المتون التي هي مبنية على القرآن والسنة. فخصص لكل أمر ما يستحقه من الوقت، واجتهد في أن تصحب طلبة العلم الجيدين الناصحين الذين لا يضيعون عليك وقتك بالقيل والقال وكثرة الأمور التي لا طائل تحتها. نعم. أهل السنة والجماعة السلفيون. السلفية هي الفرقة الناجية. هم أهل السنة والجماعة.